love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe it's the chemistry. اوكازيون بالسعر الحصري. يلا بينا نبدا المراجعه. متنساش لايك وسبسكرايب للقناه لو مش مشترك، ولايك للفيديو ورايك يهمنا في نهايه الفيديو. سيبه في كومنت تحت مع بعض. محتويات البوكس اللي بيجي معاه ايه بالظبط؟ ده محتويات البوكس، عباره عن الساعه والاستيك اللي فيها كده والشاحن بتاعها بس كده. دي محتويات البوكس. ده الساعة تقليد لساعة أبل بس كواليتي عالية جدا، وأحسن ساعة موجودة في السوق حاليا لتقليد ساعة أبل، وليها مميزات كتير وهنقولها مع بعض. بس الأول نشوف خامتها ونشوف الكواليتي بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده على الطبيعة. و السنسور اللي بيبقى ورا والأستيك بتاعها، وده زرار الباور. أول حاجة عن الشحن، الشحن اللي بيجي معاها بتوصل بشاحن 1 أمبير. خلينا متفقين يا جماعة، أي حاجة إلكترونيك من المنتجات اللي إحنا بنبيعها موجودة في السوق لازم تشحنها بشحن 1 امبير، مش اعلى من كده ولا اقل من كده. يعني 1 امبير ده مش متوفر في اي محل، رخيص جدا على فكره راس الشاحن اللي هي 1 امبير. لو مش متوفره ممكن تشحنه على اللابتوب او على الكمبيوتر او باور بانك، لكن اوعى تشحنها على شاحن الموبايل بتاعك. تاني، اوعى تشحنها على شاحن الموبايل بتاعك. ازاي؟ اول حاجه لو لاحظنا في راس الشاحن بتاعتها هتلاقي في حتتين نحاس اهو، تمام؟ وهنا في الظهر في مكان حتتين نحاس. هنيجي هنروح جايين بالشكل ده كده، وهنظبط الحتتين النحاس كده على بعض ونوصل. هتلاقي لازم فيها عباره عن مغناطيس او ماجنتيك، تمام؟ بالشكل ده. لا بقى تقول لي واصله تخش تتكسر جوه ولا الكلام ده كله، سهله جدا وشاحن يعيش معاك العمر كله، جميل جدا، تمام؟ والناحيه الثانيه طبعا هتلاقي اليو اس بي، تروح جاي ايه موصلها في الشاحن اللي احنا قلنا عليه 1 امبير او في الكمبيوتر او في اللابتوب زي ما وضحنا وبنكرر كذا مره. طيب خلصنا قصه الشاحن، تعالى مع بعض نشغل الساعه. بتلاقي هنا شكل الزرار تحفه كده في الفريم الاحمر ده كده، شكله جميل جدا. هتضغط ضغطه مطوله عليه كده، اشتغلت معانا كده زي ما حضراتكم شايفين. سيم، بص السيم عامل ازاي، تحفه. ده اول سيم عليها. خلينا بس نتكلم الاول عن المميزات مع بعض. اول حاجه هنلاقيها ان الشاشه بالكامل تاتش، دي ميزه جميله. بص كده الشاشه بالكامل تاتش، تمام؟ دي السمات، ودي أول ميزة معانا، الشاشة بالكامل تاتش. تاني ميزة معانا زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، حاول أوضح الصورة، ده مكان مايك، تقدر ترد منها على مكالماتك، وتقدر تعمل منها مكالمات عن طريق إن أنت تعمل لها اقتران بلوتوث مع أي موبايل يا جماعة، مش لازم أبل، مش لازم أيفون، موبايل سامسونج، إنفينكس، أي موبايل أندرويد، مع الساعة دي هتعمل كونكت، تقدر تتصل منها بأي رقم أنت عايزه، هيعمل كونكت. فلما بتعمل كونكت بينقل كل الداتا بتاعتك اللي على الموبايل، اللي هي الأرقام بتاعتك، الكونتاكت بتاعتك، تمام؟ وتقدر تختار الرقم اللي انت عايزه تطلبه من الساعه نفسها، مش محتاج ان انت تطلع الموبايل. دي كده تاني ميزه. تالت ميزه معانا انها بتدعم اللغه العربيه زي ما حضراتكم شايفين. جاري الاتصال زي ما حضراتكم شايفين، جاري الاتصال بيدعم العربيه اهو، لغه عربيه، دي ميزه جميله جدا كمان. وفيها طبعا لغات كتير، فيها الانجليزي، فيها كل اللغات اللي انتوا عايزينها، بس الميزه انها بتدعم اللغه العربيه، تمام؟ ننتقل على الميزه اللي بعد كده، ميزه تغيير خلفيات الشاشه. تعمل كده هتلاقي السمزات. بص يا جماعه السمزات جميله، السمزات اللي فيها العقارب دي عجباني بصراحه، والكره الارضيه برضو عجباني، والسم ده برضو عاجبني جدا، اليوم والتاريخ، وفي اختصارات للميوزك، والعقرب شغال كده. بص الشكل، العقرب جميل جدا، تمام؟ وفي سم ده برضو نفس القصه، وفي السم ده والسم ده، السم ده برضو جميل، والفراشه دي، السمات اللي موجوده على الساعه برضو. العقرب، بص يا جماعه العقرب بيتحرك. دي كده السمات اللي عليها احنا عرضناها لحضراتكم دلوقتي. الميزه اللي بعد كده كمان بتدعم اظهار اشعارات الواتساب والفيسبوك، واي اشعار اس ام اس، رساله جايه لك او مكالمه لم يرد عليها، او ممكن كمان ترد على المكالمه من الساعه نفسها. بص كمان السيم ده كده، ده كده كل الاوبشن اللي في الساعه، ممكن تشغل ميوزك منها، ممكن ترد على المكالمات زي ما قلنا، تمام؟ الميزه اللي احنا قلناها انها تدعم اشعارات الواتساب زي ما حضراتكم شايفين كده، بتظهر اشعارات الواتساب، مفيش اي رسائل جديده لسه جات لي على الواتساب عشان يظهرها لي، وانت لو لابسها وجات لك رساله في نفس الوقت بتظهر لك، وبتظهر كمان العربي سليم بتاعها. كمان فيها بعض الاوبشن كده اللذيذه، فيها اله حاسبه، تمام؟ والرجوع موجوده بالعربي عادي، وهنا الاشعارات وبلوتوث، وفيها كشاف. الكشاف عباره عن ايه؟ ان انت بيعمل لك شاشه بيضاء، تمام؟ عايز ترجع بتدوس على الزرار ده، تمام؟ ويتقلب في السمات، ترفع لفوق كده هيجيب لك الاوبشن اللي موجوده ديت زي ما حضراتكم شايفين كده. انت ممكن تعمل منها التليفون صامت،
تمام، انا مش عامل الكتران لسه تمام، هو ممكن تشغله تاني صوت وتعمل اتصال بلوتوث، هيحولك على البلوتوث عشان تعمل كونكت معايا الموبايل انت عايزه زي ما قلنا، والكشاف والاله الحاسبه وسطوع الشاشه برضه. وانت دلوقتي الساعه شغاله مثلا وعايز تجيب اوبشن سريع عشان اختصارات، لان انت تقعد تقلب والكلام ده ولا تدوس على الزرار، هتدوس ضغطتين كده هيجي لك الشاشه الجميله دي. بص الشاشه فيها كل حاجه. طيب الميزه اللي بعد كده زي ما قلنا نبضات القلب، نبضات القلب سنسور ورا اهو بيشتغل وبيجيب النبضات. استنى شويه يجيب النبضات، بس مش وانت ماسكها كده، لازم تبقى لابس الساعه بالشكل ده. هو كده بيقيس دي نبضات القلب تمام، بياخد النبضات اللي كانت قبل كده من دي 74 ودلوقتي 68. حتى شكل نبضات القلب غير الساعات اللي احنا شفناها قبل كده على القناه عندنا. بص المنظر، بص تعمل ايه وهو بيقيس الضغط او بيقيس قصدي نبضات القلب. بص شكل الاوبشن بتاعها تحفه بصراحه، شكلها كمان على الطبيعه احلى من التصوير بكتير. عايز ترجع تاني ممكن تدوس كده يرجعك باك من الزرار. اما الاوبشن الكتير اللي احنا قلنا عليه كده انت بتضغط ضغطتين وتقلب لو عايز تشوف اشعارات الفيسبوك بتاعتك زي ما قلنا. وفي كمان اعداد الجري، لو انت بتجري هيقول لك انت قطعت مسافه قد ايه، وبتطلع فوق كده زي ما قلنا او الشاشه كلها تاتش، فانت بتطلع فوق كده هتلاقي نط الحبل. في العاب كتير قوي يعني، حتى التنس وباسكت بول، في حاجات كتير قوي انت هتكتشفها بنفسك في الساعه دي. طبعا ترجع بقى زي ما قلنا من الزرار ده وترجع تاني ضغطتين كده تمام. في سجل المكالمات وفيها منبه تمام، واشعارات تويتر. ايه تاني يا جماعه؟ في هو حساب ساعات النوم برضو موجود فيها. نكلمكم شويه عن مميزات تانيه انت ممكن تصور بيها عن طريق الساعه. هنا تعمل الكترون، الساعه نفسها ما فيهاش كاميرا، بس انت ما تدوس على ديت بتصور من الموبايل بعد ما تدوس على زر الموبايل. انت ممكن تحط الموبايل مثلا في مكان بعيد عنك وتدوس على الساعه تصور الصوره من بعيد زي الريموت بتاع الكاميرا. كمان ممكن تتحكم في الموسيقى، توقف او تشغل الموسيقى، بس لازم طبعا تكون موصله بلوتوث وهنوريكم ازاي. كمان لو انت عايز تتصل بحد كمان فيها نتيجه، فيها كليندر تمام. انا شايفها جميله جدا. بصوا انت مثلا عايز تعرف النهارده او اليوم اهو، هتضغط كده قال لك النهارده، ترجع مثلا تعمل كده، موضوع بسيط قوي تمام. فيها حاجه جميله قوي. طب استنى اقول لك كمان في حاجه انا شفتها عجبتني برضو. بص كمان فيها تسجيل مكالمات، تسجيل مكالمات انت ممكن تسجل منها، لان فيها مايك زي ما قلنا في الجنب ده زي ما حضراتكم شايفين كده، مش عارف هو واضح ولا لا، هحاول اوضح لحضراتكم اهو. فيها مايك وتعمل باك زي ما قلنا، حساب ساعات النوم برضو زي ما قلنا، و ان انت لو تليفونك ضايع بتدوس هنا بات العثور على الجهاز، بس طبعا لازم تكون متصل بيه بلوتوث عشان هتلاقي موبايلك بيعمل فايبريشن وهتلاقي الموبايل لو انت نسيته. وكمان في حساب للسعرات الحراريه المحروقه يوميا، وحساب ساعات النوم العميق موجوده قلنا زي ما قلنا عليها، وساعات الجلوس الطويله. فيها المنبه، فيها منبه يا جماعه برضو، تعالى نشوف المنبه شكله واضح. المنبه تمام، تظبط المنبه زي ما انت عايز وترجع زي ما قلنا كده بالشكل ده. اما دوت ستوب ووتش انا تمام، وحساب ساعات النوم زي ما قلنا اهي. تعالى بقى نشغلها مع بعض. عارف انا لو عملت كده 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 انا بس بوريك الشكل عامل ازاي. وفي هتقول لي البرنامج بتاعها ايه، هو مسهل عليك الموضوع. قبل بس ما اوريك ان هو مسهل عليك الموضوع، في حاجه احنا ما قلناهاش، حساب ضغط الدم بيقيس ضغط الدم برضو غير نبضات القلب تمام، بيقيس لك ضغط الدم. دي برضو ميزه عن طريق السنسور اللي بيبقى في الظهر، فدي ميزه حلوه. وزي ما قلنا بترجع كده. وفي حاجه اسمها موشن ريكورد، تسجيل الحركه، فيها حاجات كتير برضو. انت هتكتشف حاجات اكتر من اللي انا قلتها كمان في الفيديو بنفسك لما تبقى معاك الساعه دي. الساعه دي تحفه 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 تحفه، وانا بكلمك على حاجه، بكلمك على حاجه انا جربتها ما شاء الله يعني. طيب هتلاقي علامه الايه، شايف علامه الايه دي؟ اوضحها لك شويه بالتصوير اهي. هتضغط عليها هتلاقي كيو ار كود، تعمل له سكان هيجيب لك البرنامج. لو انت ما عندكش كيو ار كود سكان هتنزله مع جوجل بلاي، او في الفيديو طبعا هقول لك اسم البرنامج، انت ممكن تخش بمختصر كده تخش على جوجل بلاي وتكتب اسم البرنامج وتجيبه تمام. موبايل كده وتجيب الكيو ار كود، هيقول لك النتيجه ده اسم البرنامج، اذهب للموقع اختار اندرويد، لو موبايلك اندرويد، لو اي او اس هتختار اي او اس. ده اسم البرنامج بتاع الساعه اللي هو الهاي ووتش، هتعمل له تثبيت، تسيبه ينزل معاك وسطب البرنامج. ونوضح لحضراتكم شكل البرنامج، بيطلب منك بعض الصلاحيات. طبعا بيقول لك البرنامج يخش على جهاز الاتصال ولا لا، طبعا عشان اشعارات تظهر لك، ويبقى لو انت مسجل مثلا رقم حد يظهر لك على الساعه، فانت تقول سماح طبعا، اجراء مكالمات سماح، تقويم سماح تمام، تعمل كل حاجه سماح، واللوكيشن
براحتك انت عايز تدي كله سماح عايز حاجات معينه براحتك. طبعا هو سالني اشعارات ايه اللي تظهر لي فانا هختار الاشعارات دي. كده واجهه البرنامج هنعمل اتصال ازاي. عشان تعمل اتصال للساعه دي مع الموبايل اول حاجه هنقولها هتخش على البلوتوث هتلاقي شكله علامه البلوتوث وتحقيق جهاز بلوتوث هيعمل بحث وانت طبعا لازم تكون فاتح البلوتوث على موبايلك بالشكل ده تكون فاتح البلوتوث. هنا جاب لي اسم الموبايل اللي متاح دلوقتي هدوس عليه كده ريدمي تمام جاري الكترون. طبعا هنا هتظهر لي رساله ان هو عايز يعمل الكترون معايا تمام. فهعلم طبعا على السماح بالوصول لجهات الاتصال وسجل المكالمات عشان تظهر لي الاشعارات يعمل الكترون جاري الكترون وكده نشط كده عمل الكترون بالساعه. طبعا بعد ما نزلنا البرنامج زي ما شفنا الطريقه بتاعته ان احنا عملنا سكان للكود مش محتاج ان انت تعمل سكان. احنا قلنا اسم البرنامج يا جماعه اسمه هاي ووتش تمام. وعملنا اتصال بلوتوث زي ما شفنا دلوقتي فكده عمل كونكت اهو اسم الساعه تي 5 اس. في ميزه جميله كمان في البرنامج البحث عن المعدات دي بيدور عن الساعه اضغط عليها كده زي ما حضراتكم سامعين كده وافق تنبيه لو ادوس موافق لو انا ما كنتش لاقي الساعه بتاعتي في مكان ولقيتها خلاص. في العكس بقى زي ما قلنا في بدايه الفيديو اللي هي الخاصيه اللي تحت دي اللي هي فايند ماي فون تمام. هنضغط عليها كده بدء الموبايل بيعمل فايبريشن والساعه كمان بتعمل صوت الاثنين بيشتغلوا مع بعض اهو ده كده الفايبريشن بتاع الموبايل الاثنين كده بيدوروا على بعض لو انت نسيتهم يعني خلاص. كل ده في صفحه الاعدادات بتاعه البرنامج. هنا الساعه نفسها الخطوات طبعا بيسال عليك طبعا ممكن تجيبها من على الساعه ممكن تجيبها من هنا انت مشيت كام خطوه كم ميل حلقه تكرر قد ايه وهنا ضغط الدم وضربات القلب تمام. دي كده الحاجات اللي موجوده على البرنامج بتاعها لو انت حبيت تستخدم البرنامج كاظهار للاشعارات على الموبايل نفسه. طيب انت كده كده عامل لها الكترون عن طريق البلوتوث تمام ونزلت البرنامج عشان يظهر لك الاشعارات. طيب تعال نشوف بقى المميزات اللي احنا قلنا عليها اللي هي التحكم في الموسيقى عن طريق الساعه وهكذا. تعال نشوفها مع بعض. انا كده شغلت الموسيقى على الموبايل بس الصوت مش طالع من الموبايل طالع من الساعه. السماعه بتاعتها اهي ده مكان السماعه. اسرع الاغنيه بس شويه عشان الصوت يبقى واضح. صوتها مقبول مسموع. هي دلوقتي الأغنية شغالة على الموبايل تمام لكن الصوت طالع من الساعة. الصوت طالع من الساعة ممكن لو أنت الموبايل في جيبك مش عايز توقف من الموبايل عايز توقف من الساعة كده عايز تسرع ترجع الأغنية اللي قبلها أو تعلي الصوت. الميديا موجودة في الساعة. في بار زي ما حضراتكم شايفين كده تحت لو أنا عديت الصوت أو نزلته البار ده بيعلى معايا ويوطى. أنا هعلي الصوت دلوقتي كده وهتلاقي البار اللي ظهر تحت ده بيعلي الصوت أهو ده كده أعلى مستوى للصوت حسب الاغنيه طبعا اللي انت مشغلها. صوتها كويس. على الرسائل هيجيب لي الرسائل وممكن اخش على الرساله نفسها من جوه واقراها كمان بالعربي وممكن ارد عليها وممكن اعمل رجوع زي ما وضحنا لحضراتكم. مثلا رساله من موقع اوكازيون جايه لنا على الموبايل تمام. اي رساله انت بتقلب كده في الرسائل كلها وتقدر تخش على اي رساله انت عايزها مثلا ديت زي ما وضحنا. بتقرا الرسائل زي ما احنا قلنا رسائل اللي هي الاس ام اس عاديه اللي على الموبايل تمام. كمان عشان تتصل زي ما قلنا لوحه الاتصال تعال نجرب نتصل برقم اللي انت هتطلب منه الساعه اللي هو رقم خدمه عملاء اوكازيون 0106123339 ده الرقم اللي هتكلمنا عليه عشان تطلب الساعه او تطلبها عن طريق الموقع وهتدوس اتصال جاهر الطلب هيرن على انا سامع صوت الجرس من عندي انا هنا سامع صوت الجرس من عندي هنا سمعنا الساعه نفسها فيها صوت ممكن ترد منها كمان لان زي ما قلنا فيها المايك. وطبعا هو هنا بيتصل من الموبايل نفسه كمان يعني في نفس الوقت اللي انت بتتصل منه الساعه هو بيتصل في الموبايل اللي انت عامل لها كونكت خلاص. ده الرقم اللي هتتصل بيه تطلب منه الساعه رقم خدمه عملاء اوكازيون دوت كوم او من خلال الموقع بتاعنا اوكازيون دوت كوم. طبعا ممكن تقفل من هنا ولو جاي لك مكالمه ممكن ترد او تقفل من هنا برضو. طبعا اشعارات الفيسبوك لو انت عندك اشعار جديد هيظهر لك تدخل على الفيسبوك مفيش اي حاجه ظهرت تمام. وكذلك الواتساب هو زي ما قلنا اشعارات وبتدعم العربيه كمان وممكن تخش ترد لكن مش تفتح الواتساب عنها عن طريقها يعني. هو اللي انت تقدر تعمله ان انت تتصل زي ما قلنا وتخش على جهات الاتصال والرسائل تشوف منها لكن تقدر ترد منها على مكالماتك وتقدر تكنسل المكالمات كمان تقدر تخش منها على الرسائل لكن ما تقدرش تبعت على الواتساب ولا الفيسبوك لكن المكالمات تقدر ترد عادي وتقدر تجيب سجل المكالمات وكل الاوبشن الجميله اللي احنا قلنا عليها في الساعه دي اللوكس اللي هي المكالمات تمام.
دلوقتي هنعمل مكالمتين، انا هتصل بحد تمام من الموبايل او من الساعه دي، وبعد ما اتصل بيه اشوف هو يسمعني ولا لا. انا دلوقتي بعمل الاتصال اهو، اما هيرد عليا هيرد عليا، هو دلوقتي رد عليا تمام. دي الشاشه اللي بتبقى ظاهره معانا. وعليكم السلام. ايوه انت سامع الصوت كده كويس؟ الصوت كده يا جماعه طالع من الساعه نفسها زي ما حضراتكم شايفين كده، ومكان الساعه اللي سماعه اهو. لو انت مش سامع شويه منها ممكن تسمع من الموبايل عن طريق ان انت هتيجي هنا كده وهتختار مكبر الصوت او السماعه الاذن زي ما انت عايز. لكن احنا جربنا دلوقتي ليه من الساعه نفسها عشان خاطر نعرف الصوت واضح ولا لا، واللي بيكلمني كمان سامعني كويس ولا لا، وانا سامعه كويس ولا لا تمام. دي بالنسبه للاتصال. دلوقتي هنقفل معاه وهو هيتصل بينا ونشوف نقدر نرد على المكالمه ازاي على الساعه. دلوقتي احنا مستنيين اتصال عشان نشوف شكل الاتصال على الساعه بيبقى عامل ازاي وعلى الموبايل. الساعه بتعمل فايبريشن زي ما حضراتكم سامعين كده، وده شكل المكالمه. وهنا بيرن على الموبايل برده، ولو حبيت ارد بعمل كده اشد كده زي ما هو بيقول لسه كده. انا رديت عليه وفتح معايا المكالمه، ونفس القصه زي ما بكلمه. لو حبيت اتكلم من الساعه نفسها، لو حبيت اكتم الصوت، لو حبيت افتح لوحه المفاتيح، لو انا مثلا بكلم خدمه العملاء بختار رقم 1 أو 2، كانك معاك موبايل بالظبط بس الشريحه في الموبايل. ازاي اصور عن بعد زي ما قلنا في بدايه الفيديو؟ اول حاجه هجيب الكاميرا وافتح البرنامج زي ما قلنا. فتحت البرنامج على الموبايل، وهجيب الكاميرا من على الساعه. جبت الكاميرا وفتحتها، بيقول لي انت موبايلك اندرويد ولا اي او اس. انا طبعا موبايلي اندرويد، هدوس على اندرويد. هلاقيه قلب الموبايل الكاميرا بالشكل ده. بص كده، ده شكل الساعه. هصور ازاي؟ بص الصوره ظاهره عندي هنا. بص 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 الجمال، يعني الصوره على الموبايل وظاهره عندي هنا. انا شايف كمان من الساعه لو انت حاطط الموبايل بعيد عنك عشان تتصور، وطبعا هتدوس صور الصوره. خلاص صور الصوره اهي، اهو جاري الالتقاط. خلاص يا جماعه صور كده. تقدر ان انت مثلا لو ما معكش سيلفي ستيك ولا في مكان وبتاع تصور من بعيد، هتفتح الكاميرا بتاعت الموبايل وتصور. لو انت سايب موبايلك في مكان مثلا ممكن تصور منه وتشوف ايه اللي بيحصل. تمام اهو فاتح معايا الكاميرا، حاجه يا جماعه جامده جدا. نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولايك للفيديو وكومنت وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك وغيرك يستفيد بالمعلومه. لو في حاجه احنا ما قلناهاش حابين حاجه توضيح ليها اكتر، على قناه اوكازيون.com سيب لنا كومنت واحنا نقول لك عليها. طبعا الناس اللي بتسالنا اشتري الساعه ازاي او منتجاتكم اشتريها ازاي، اول حاجه هتفتح اي موقع ويب وهتكتب اوكازيون.com وهتنزل في الموقع كده. لو ما لقيتش الساعه هتخش على جميع الفئات وهتلاقي ساعات وكل اللي انت عايزه تمام. بس خلينا ان احنا تحت هتلاقي الساعه كده، هتضغط عليها اسمها T5S سمارت ووتش. هتفتح الساعه كده او تدخل على الموقع كده، هتلاقي في حاجه عندك اسمها اضف للسله، هتعمل لها اضاف للسله. هو يقلبك على الصفحه اللي بعد كده، هتسجل فيها بياناتك، اسمك ورقم تليفونك وعنوانك والتوصيل في خلال 3 أيام عمل ان شاء الله داخل القاهره والجيزه. حضرتك قبل ما تستلم المنتج بتفتح وتشيك عليه مع مندوب شركه الشحن، مندوب ملوش علاقه بالمنتج، هو بيسيبك تفتح وتجرب. طبعا احنا وريناك كل حاجه في الفيديو، تقدر تعمل زي ما احنا عملنا وتراجع ان المنتج وصلك سليم، ما فيهوش اي كسر او مشكله فنيه، المنتج بيوصلك سليم 100%.